حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المشاهد نت يروي قصة الطفل الذي واجه مسلحي ميليشيا الحوثي بصنعاء وقال: لماذا سجنتم أبي؟ تتصدر الموقع منذ أشهر عدن الغد ينشر آخر صورة لفنان يهودي عاش في عدن قبل أن يغادر إلى فلسطين. وفي أخبارنا المنوعة، أم تتوسل إلى لص أن يعيد خصلة شعر ابنتها المتوفاة. أهلا بكم. لم يكتفي الطفل أوس بسؤال أمه، بل سأل أحد الجنود بأحد الممرات المؤدية إلى أماكن الزيارة في المعتقل لدى زيارة والده: ليش حبست أبي؟ لكن الجندي طأطأ برأسه إلى الأسفل دون أن يرد عليه، وعنون موقع المشاهد نت: الطفل أوس لأحد الجنود: ليش حبست أبي؟ الطفل أوس ذو الأربعة أعوام لا يتوقف عن السؤال عن والده الصحفي صلاح القاعدي المعتقل في سجن جماعة الحوثي بصنعاء منذ 28 من أغسطس 2015. لا يعرف والده جيدا ولا يدرك ماذا يعني الاعتقال في قاموس طفولته. ما يدركه حقا هو حرمانه من رؤية أبيه الذي عرفه من خلال زيارته الأولى له. بعد شهرين من اختطافه تم نقل القاعدي من سجن الجديري إلى السجن الاحتياطي تعرض خلالها للتعذيب، وبعد 4 أشهر من وجوده في الاحتياطي تم السماح لأسرته بالزيارة، وبعد 7 أشهر من وجوده في ذاك السجن وإضرابه عن الطعام تم نقله إلى سجن الأمن السياسي وسط صنعاء الذي ظل مخفيا فيه لمدة 5 أشهر، بعدها سمح لأسرته بزيارته. نازحون جدد يبحثون عن مكان للنزوح إليه هربا من ميليشيا الحوثي التي فتحت جبهة موطن جديدة في الضالع. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، نزوح مدنيين في العود شمال الضالع إثر هجوم لمسلحين حوثيين واشتباكات مع قوات الحكومة. وقال مصدر خاص للموقع إن مجموعة من المسلحين الحوثيين تسللت إلى منطقة العود التابعة لمديرية قعطبة قادمة من مديرية النادرة شرقية محافظة إب، واندلعت مواجهات بينها وبين عناصر من منتسبي القوات الحكومية في منطقة قريبة. وحسب سكان فإن عائلات في قرى بيت الشوك الواقعة في محيط مناطق المواجهات اضطرت للنزوح بعد أن صارت المنازل عرضة للرصاص والقذائف. وظلت مديرية قعطبة شمال الضالع ساحة مواجهات متقطعة طوال السنوات الماضية بين المسلحين الحوثيين وقوات تابعة للحكومة الشرعية، قبل أن يتمكن الجيش من التقدم أواخر العام الماضي إلى محيط مدينة دمت. السفير اليمني لدى لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان يكتب عن تعز وما يراد لها وكيف كانت دائما شعلة يحملها اليمنيون ليسيروا في المناطق الأخرى، ويضيف في مقال تنشره بلقيس: عندما كان اليأس من مواجهة الاستبداد السياسي يلجم اليمنيين ويضعهم خارج دائرة المواجهة، كانت تعز هي المكان الذي تخرج منه الكلمة المبشرة التي يستعيد معها اليمنيون المبادرة وتحريك الفعل المقاوم لغول الاستبداد. في أقنية المواجهات الثورية مع الاستبداد تجذرت جسور التواصل مع الحرية ونمت روابط مع المدينة في صيغتها التي أخصب فيها الفعل الثوري بالكلمة، وما أعظم الكلمة حين يملأها الإيمان بقوتها في هزيمة الطغيان. حملت تعز معها هذا المشعل المبشر بالحرية إلى كل اليمن، غير أن ذلك لم يكن محل ترحاب من قبل قوى الهيمنة. أخذت هذه القوى تستعد للمواجهة مع تعز، وفي محطات مختلفة كان قمع تعز يعني فيما يعني هدم جسور التواصل مع المتغيرات الثورية المبشرة بمستقبل يسوده العدل والقانون والمساواة. عندما كانت تقمع تعز كان الحاكم في المركز يطمئن ويعيد ترتيب أوراقه، وأهم ورقة من بين هذه الأوراق هي أن تبقى تعز مقسمة بعصبيات سياسية واجتماعية ومذهبية. وكان أسوأ ما تخلف عن هذا الموروث هو أن تعز كانت أكثر المناطق اليمنية التي أخذت فيها النخب السياسية تحول الانتماء السياسي إلى جزر مفرطة في الاختلاف مع الآخر، لدرجة أصبح الانتماء السياسي فيها أقرب إلى العصبية منه إلى الانفتاح والتفاهم والتعايش، وهو أمر مناقض تماماً للبشارة التي ظلت تعز تحملها لليمن بأكمله. شحنت تعز بهذا اللغم الكبير وتوزعت مفاتيح تفجير اللغم على أكثر من يد من أياد الهيمنة القديمة والحديثة. لا يوجد حل لما يجري في تعز غير أن تعترف نخبها السياسية بحقيقة أن الحالة العصبوية التي آلت إليها التكوينات السياسية لابد أن تنتهي.
السلام في اليمن رهن اتفاق هش، وذلك وكما ذكر الموقع بوست، حين يدخل النزاع في اليمن مع دخول عمليات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عامها الخامس دون أفق حقيقي لحل قريب، رغم الاختراقات السياسية والعسكرية المهمة التي شهدها في الأشهر الاثنتي عشرة الماضية. فبعد نحو 4 سنوات من الضربات الجوية والقتال على الأرض، لا تزال قوات الحكومة المدعومة من قبل التحالف عاجزة عن الانتصار على المتمردين الحوثيين، بينما تهدد الأزمة الإنسانية ملايين السكان بالمجاعة. وتوصلت السلطة المعترف بها دوليا والمتمردون في السويد في ديسمبر إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية بعد أسابيع من نجاح قوات الحكومة في دخولها للمرة الأولى. وأثار الاتفاق آمالا لدى اليمنيين بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل في وقت قصير، لكن الطرفين لم يحترما اتفاق الهدنة في الحديدة ولم يتبادلا الأسرى ورفضا الانسحاب من المدينة الساحلية بعدما تبادلا الاتهامات بخرق التفاهمات. المحللة في مجموعة الأزمات الدولية إليزابيث ديكنسون قالت لوكالة فرانس بريس إنه تحقق اختراق في السويد، لكنه في الحقيقة كان معنويا، والاتفاق يواجه تأجيلا وعقبات وتراجعا، وتطبيقه على الأرض لم يكن سهلا أو سريعا، إلا أنه لم يمت بعد. مرضى يمنيون يموتون دون داع بسبب سوء العناية الطبية، هذا ما قاله المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري بعد زيارات ميدانية قام بها في مدينتي عدن وصنعاء، وأضاف أنه شاهد تعرض المدنيين المحاصرين في هذه الأزمة لأشكال من المعاناة والمرض والموت، ورأى في المستشفيات أطفالا وحديثي ولادة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المهددة للحياة. وقابل الدكتور أحمد المنظري في زيارته أعدادا من مرضى الفشل الكلوي والكوليرا ومرضى آخرين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان، يموتون بسبب تكاليف الرعاية الطبية أو ببساطة بسبب انعدام الخدمات الصحية. وقال المنظري أيضا إن العديد من المرضى لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، لذا يفقدون حياتهم داخل بيوتهم أو يصلون للمرفق الصحي بعد فوات الأوان. كما أشاد بالعاملين الصحيين الذين قابلهم في اليمن وقال إنهم يعملون في ظل ظروف صعبة لا يمكن تصديقها أمام مشاهد المعاناة واليأس التي شهدها في المرافق الصحية والمستشفيات. لأنها عدن عاصمة الروح، تحت هذا العنوان كتب محافظ عدن أحمد سالم ربيع مقاله المنشور في موقع عدن الغد، مضيفا في أجزاء من المقال: ربما شغلتنا عنها الصراعات والمحن المتوالية، رغم أنها المدينة التي لا ينشغل عنها أحد، لكن عشقنا لها لم يشغلنا عنه شيء، وظلت شغلنا الشاغل رغم كل ما مر به من أوجاع لا يحتملها قلبها الرؤوم. ها نحن ذا نحاول أن نتجاوز أخطاء المراحل ونتخطى جراحات اليوم ونلتفت إلى عدن بعد طول انشغال، كي نرمم ما تشوه في جسدها الغض ونمسح ما علق بوجهها الجميل من ملامح حزينة. وإن عاندتنا الظروف وأعاقتنا تحديات جمة، عسى أن نعيد إليها بسمتها الآسرة ونستعيد مدنيتها الرائدة ودفء أحضانها المشرعة على الحياة وشطآنها المفتوحة للدنيا بأسرها وخصوصيتها المتفردة سياحة وفنونا وثقافة وحركة تضج بالعمل ومعالم مميزة وثنائية بحر وجبل وأهال طيبين بسطاء. آن لعدن أن تستعيد الصدارة وتتموضع في المكانة اللائقة كجوهرة في صدر الموانئ العالمية وأنموذجا للمدنية المتحضرة وعاصمة مؤقتة تتسع لكل أبناء الوطن. فبجانب الأولويات العاجلة تم وضع خطة استراتيجية لإقامة مشاريع كبرى تستوعب التنامي السكاني لسنوات قادمة، مستعينين بدعم أشقاء التحالف لتمويل مشاريع استراتيجية كمحطات ضخمة لتوليد الكهرباء بالغاز بتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجا وتأهيل كامل للمستشفيات الرئيسية وإقامة مدينة طبية متكاملة وإصلاح شامل لمنظومة المياه والصرف الصحي والنظافة وحماية البيئة بما يلبي التوسعات العمرانية وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر وخزانات جديدة للمديريات المكتظة بالسكان وشق الطرق الرئيسية الواسعة وإقامة عدد من الجسور لتخفيف زحام الجولات واستكمال مشروع الطريق البحري وغيره الكثير. كل ما تحتاجه منا عدن حاليا هو فقط مزيدا من الالتفاف الوطني في هذه المرحلة المعقدة والتفكير في غدنا المنشود ومستقبل أجيالنا التي لن تسامحنا إذا تركنا لها وطنا بكل هذه الأوجاع، ولن يرحمنا التاريخ.
من بين الموضوعات الأكثر مطالعة في موقع عدن الغد والتي كتبت قبل أشهر، ونظرا لأهميتها فإننا نطالع إحداها والتي تدور حول آخر فنان يهودي كان يسكن عدن، وعنوان عدن الغد آخر صورة في عدن. وقال الموقع إن الصورة الأخيرة تعود للفنان العدني اليهودي موشي عوض وعائلته الذي كان مطرب عدن في كل أعراسها واحتفالاتها ونجما من نجومها اللامعة. موشي عوض رحل وغاب عن عدن، ولكن روحه ظلت تحوم بين ثنايا وأزقات وحواري وشوارع وسواحل وجبال عدن. يفيد الموقع ما زالت أشهر أغنية له تغنى بها الكبار والصغار تذكر به، وكنا نسمعها تغنى بها في كل الأعراس والمناسبات وبالذات في رحلات المدارس ونحن طلاب. كان يجمعنا حلم وطن يمني عظيم نفاخر به الأمم، ولكن ضاع الوطن ورحل الطيبون. غنى موشي عوض لعدن وللوطن وللحياة ورحل، ولكنه ترك لنا أمنية أن تكون عدن مثل اليابان وأن يدخلها بالبابور الجباني، وهذه أغنيته الشهيرة كما تقول أغنيته: يا بابور جباني لن تتباني وديني عدن. خسرت اليمن الكثير والكثير بسبب الحرب من الأرواح والبنية التحتية وانهيار كامل للتعليم والقطاع الصحي وأيضا انهيار الاقتصاد، لكن ماذا عن الخسائر الاقتصادية بالأرقام؟ يجيب عن هذا التساؤل صحيفة العرب الجديد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية نجيب العوج، والذي قال: الاقتصاد اليمني خسر نحو 50 مليار دولار بسبب الحرب. وأضاف العوج أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الصحي أو القطاع الخاص فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج، وأشار إلى أن تراجع الإنتاج تسبب في فقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 78% من السكان، كما يعاني حوالي 60% منهم من انعدام الأمن الغذائي. وأوضح أن هناك تدهورا حادا بمنظومات الخدمات الأساسية خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، وأن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم حوالي 3 ملايين نازح داخل البلاد. عن خلود الدكتاتوريات وموتها المحتم، تحت هذا العنوان كتب ماجد الشيخ مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. سردية الإصلاح الموعودة منذ عشرات السنين يعاد تكرارها اليوم وكل يوم على مسامع شعوبنا. كلما أراد السلطان صاحب الصولجان الاستبدادي أن يجدد لنفسه ولنظامه المهترئ أبدا جديدا لا ينتهي بغير موت الدكتاتور أو سقوطه وصعود آخر منصة السلطة الأبدية أو الأحرى العدمية، وبعدها لا شيء سوى الخراب. لذلك يأبى الدكتاتور إلا أن يبقى في صدارة المشهد على الدوام حتى وهو يشارف على الفناء والرحيل عن هذه الدنيا. فمن المعيب في رأيه أن يتحول إلى زعيم سابق أو أن يرى زعيما لاحقا ينافسه على ملكية الدولة واستملاكه لها وللناس، وهم يلهجون باسمه ويهابون سلطويته الشمولية وهي تتقدم مواكب العرس الانتخابي صعودا نحو العرش الاستبدادي. قد لا تفضي ثورات التغيير أو الانتفاضات الشعبية إلى تحقيق أهدافها دفعة واحدة، فهذا دونه وجوب قيام ثورة أو ثورات موازية ضد إيديولوجية قوى الثورة أو الثورات المضادة التي دائما ما وقفت حجر عثرة أمام التغيير والحداثة وقيام التنوير. وتلك هي المعضلة الرئيسية التي أفشلت ثورات الربيع العربي من بين أسباب عديدة. أما الأمر في بلادنا فهو لا يتخارج عن ترديد ببغاوات غبية لشعارات من قبيل دكتاتور إلى الأبد، دكتاتورنا أو نحرق البلد. وهناك بالفعل من أحرق البلد بل الوطن من أجل أن يهنأ دكتاتورهم النيروني، وهو يحرق الوطن على قاعدة السلطة أهم من البلد. تابعت الصحف العربية حالة الجمود في تنفيذ اتفاق السويد، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط 100 يوم من المراوغات الحوثية على ستوكهولم وعين جريفيث على جولة ثانية. وقالت الصحيفة إنه خلال اليوم 100 منذ بدء اتفاق ستوكهولم أفصحت مصادر يمنية للشرق الأوسط عن أن الحكومة الشرعية ستتخذ قرارا حول دعوة وجهت إلى مفديها بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة، إذ يعكف رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليس جارد على عرض خطته الجديدة، والذي تشير
التحليلات إلى أنه يرغب في كسب أي نقطة ولو كانت صغيرة في ستوكهولم لكي يدعو إلى جولة مشاورات مقبلة. وتتساءل صحيفة الشرق الأوسط، هل يا ترى تعافى المراقبون من عدوى التفاؤل التي أصاب بها المبعوث من حوله ومن يتابعه خلال مشاورات السويد، أم أن الجماعة الحوثية أثبتت مجددا التزامها بعدم الالتزام بعد 100 يوم كأن شيئا لم يحدث باستثناء اجتماعات تلو أخرى، وجنرال يذهب وآخر يعود، وتجمد ملف الأسرى والمعتقلين الذي كان على شفا النجاح، ولم تشهد تفاهمات تعز أي تحرك. ولعل المسرحية الحوثية التي تمت في الميناء كانت دليلا استخدمه غالبية مؤيدي الشرعية ومسؤوليها في الاستشهاد باستخفاف الجماعة بالمجتمع الدولي والاتفاقيات والحل السلمي بأكمله. بالنسبة للأمهات، لا شيء أغلى من أطفالهن، وفي واقعة شهدتها بريطانيا تأكيدا على ذلك، فإن أما بريطانية توفيت ابنتها قبل 6 أعوام ظلت محتفظة بخصلة من شعرها، لكن أحد اللصوص تمكن من سرقتها من داخل سيارة الأم. وعنون موقع البي بي سي، أم تتوسل إلى لص أن يعيد خصلة شعر ابنتها المتوفاة. وقالت البي بي سي إن الأم البريطانية رجت من اللص أن يعيد خصلة شعر، تقول إنها كل ما تبقى لها من ابنتها التي توفيت في 2 من العمر. وتوفيت إلي لويز ابنة كريستي بولدوين فجأة منذ 6 أعوام بعد إصابتها بالالتهاب الرئوي، واحتفظت الأم بخصلة شعر ابنتها في حقيبتها التي سرقت من سيارتها في محطة وقود على الطريق السريع بمدينة مانشستر الإنجليزية. وقالت الشرطية شيري كاسل إن السرقة أصابت الأسرة بحزن بالغ، حيث فتح اللص باب السيارة الأمامي قبل أن تتمكن من إحكام إغلاقه وخطف الحقيبة ولاذ بالفرار. الأخبار والأحداث وحتى الصور السياسية تطغى على ما عداها. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت صورا لأحداث سياسية من مختلف أنحاء العالم وأخرى متنوعة نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.